ايوه هندسه. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم وعشرة الصبح، ودلوقتي فقرة الفولكلور الشعبي، وبيسعدنا ان احنا نلتقي مع الفنان اشرف العجوز وهو ضيفنا النهارده. احمد العجوز. اهلا العمدي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا حاج احمد؟ احمد عبد الرحيم. نورتنا. الله يكرمك. انت جاي منين يا حاج احمد؟ اسكندريه ان شاء الله. نورتنا، بنحبك وبنحب اهل اسكندريه كمان. الله يكرمك يا زوج. اهلا بيك يا حاج احمد. واحنا بقى يعني بنحب قوي ان احنا نسمع، يعني في الفقرات دي بنبقى عايزين نعيش كده مع الفولكلور، مع الاغاني التراثيه الجميله اللي يعني بنشتاق ليها. هتصبح على كل اللي بيشوفونا دلوقتي في 10 الصبح وتغني ايه؟ ان شاء الله بنغني ل 6 اكتوبر. كل سنه وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله. انت طيب. ماشي. يلا. اتفضل. اتفضل يا حاج. جاهزين. ابتدأنا بينا بينا ورفعنا علم نفسينا باسم كل الأنبياء ومحمد ابن ما حاربنا الأعداء في سينا. ده بلدي يا ولدي، ده بلدي وبلاد جدودي، على قدر حالي ابن المفعول. وقل يا ارض يا بلاد عودي للقاهره بلد الحسين. ابتدأنا بينا بينا ورفعنا علم نفسينا باسم كل الأنبياء ومحمد ابن ما حاربنا بفضل نبينا في عشر رمضان وأتانا البيان. قم دمائر بتقول كلام، انت فين يا ديان؟ لما الجنود او الابطال او السادات دخل سينا، قال لها انا بشرب صبر، عبروا الكنان في 6 اكتوبر. راحت عليك يا ديان، الابطال دخلوا سينا وسوريا، راحت الغولان. عبرنا الهزيمة عبرنا، والقائد نبينا عبرنا، في الأرض فرحة وفي السما زينة، في الأرض فرحة وفي السما زينة. يوم دخولنا في أرض سينا، صلوا على اللي هيشفع لينا، صلى الله على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عظيم يا حاج احمد. الاغنيه الثانيه ان شاء الله بنحكي عن التاكس. لا احنا عايزين عارف ايه؟ عايزين مدح في الرسول عليه الصلاه والسلام. اكيد عليه الصلاه والسلام. والنوت يا حايد خد ابيض وشيله، عندي حرم النبي محمد يا محلى غسيله. والنوت يا حايد خد ابيض وشيله، عندي حرم النبي محمد يا محلى غسيله. اول حاجه تقول للحايد يا حاجه تعبنا، يا حاجه تعبنا، ما تمد شويه يا حاجه على الزنجريبنا، على الزنجريبنا. عندي جبل عرفات نمنا واتكينا، نمنا واتكينا،
إذا غرو تم ولا يا حبايب فرجها علينا فرجها علينا. والنوت يا حاجد خد الزمزميه خد الزمزميه. تلقى عيال العرب والله فوق العديميه فوق العديميه. والنوت يا حاجد خد ابيض وشيله خد ابيض وشيله. عند حرم النبي محمد يا محلى غسله يا محلى غسله. او الحاجة تقول للحاجد اي حاجة تعبنا اي حاجة تعبنا. اما تمد شوية يا حاجة على الزنجير ابنا على الزنجير ابنا. والنوت يا حاجد خد البندقية خد البندقية. تلقى عيار العرب والله فوق العديمية فوق العديمية. او الحاجة تقول للحاجد مج البحر علي مج البحر علي. ما تخافيش يا حاجة يا حاجة ده ريس جراري ده ريس جراري. او الحاجة تقول للحاجد اي حاجة تعبنا اي حاجة تعبنا. اما تمد شوية يا حاجة على الزنجير ابنا على الزنجير ابنا. صلي على رسول الله. والان بقى نغني اغنية التاكسي يا اسطى. برضو بص احنا عايزين نقول لك على حاجة بس. نعم. عشان احنا كلنا يعني بنحب البلد دي قوي ودايما في 10 الصبح بنقول مصر جميله. ان شاء الله نغني لمصر النهارده ونغني لكل اهل مصر اللي يعني جدعان كده اللي مصممين ان احنا نحل كل مشاكلنا. فاحنا عايزين حاجه برضو لمصر. هتغني لنا ايه؟ نغني لمصر. يلا ماشي ماشي. ما ضرب الهوى على الباب ما قلت الحبيب جاني او ترك يا باب كذاب هتتغزي بالعاني. يا واد بختنا ماله او انا اروح واستنى حبيبي على مرسال الطياره لابس خواتم ذهب ومنورنا الحاره. يا واد بختنا ماله او انا اروح واستنى حبيبي على مرسالي العربيه لابس خواتم ذهب ومنور الجمعيه. يا واد بختنا ماله او انا كنت لوم الناس والناس لاموني او كتير يا كلام الناس والصبر يا عيوني. يا واد بختنا ماله او انا اروح واستنى حبيبي على مرسالي العربيه لابس خواتم ذهب ومنور الجمعيه. يا واد بختنا ماله او انا كنت الوم الناس.